انطلقت صباح اليوم أعمال اليوم الثالث والأخير من المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع تحت شعار عقول مبدعة بلا حدود. زميلتنا عهود النفاعي نقلت لنا التفاصيل في التقرير التالي. يعني اليوم اختتمنا النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، والذي دائما ما يولي رعايته للتعليم بشكل عام ورعاية الموهوبين والمبدعين بشكل خاص. ركز المؤتمر أيضا في هذه النسخة على كرياثون الإبداع، وفكرة الكرياثون هو وجود أربع مسارات أساسية وتجمع الخبراء لتبادل الخبرات وبناء المبادرات النوعية في الإبداع في الأسرة، والإبداع في البيئات التعليمية المدارس والجامعات، والإبداع في بيئة العمل. الحمد لله إن شاء الله يعني المؤتمر يعني خرج بعدد من التوصيات في مجال الإبداع وتنمية الإبداع، سواء في زي ما ذكرنا لكم سابقا في مسارات الأربعة الأساسية، وأيضا الاهتمام برعاية الموهوبين والمبدعين في كافة القطاعات. أنا سعيدة جدا لأنه هذه السنة دانيا بنتي تشارك معي. أنا أصلا بالأصل حضرت عشان أنا أكون داعمة لها وتخوض هذه التجربة، هي أول سنة لها بالجامعة السنة هذه. فكرة هذا التطبيق هو المستشار الذكي الأسري، فيوفر تغذية راجعة، يوفر توجيهات للوالدين وللأبناء يعني في الأسرة، يساعد على تحسين أساليب التواصل والحوار داخل الأسرة. الصراحة أمي اللي حببتني في هذا المشروع. أنا أول سنة طالبة في جامعة الملك عبد العزيز، وأنا التراك حقي هو في شو اسمه قسم الصحة، فما لي دخل بالأسرة وهذه الأشياء، بس ماما من النوع اللي مرة تهتم بهذه الأشياء ومرة تهتم بالكوميونيكيشن. مهمتنا ولله الحمد اليوم في جروب العمل لإيجاد حلول لقضية استخدام الذكاء الصناعي وطريقة تنمية المهارات الحياتية للأطفال، ونضع طرق معينة تحمي الأطفال من الاستخدام الغير آمن ويكون مقنن تحت إشراف الأسرة، أيضا متابعة الأطفال في تعليمهم، توجيههم نحو برامج موهبة لتنمي مداركهم وقدراتهم لتحقيق إنجازات بإذن الله على المستوى العالمي والمحلي. سعيدة بوجودي في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع لعام 2024، مشاركة في مسار العائلة من أصل أربع مسارات، ومن وجهة نظري سبب مشاركتي فيه إن أعتبر صراحة من أهم المسارات، لأني أتذكر موهبتي وأنا صغيرة بدأت من دعم عائلتي لي، فلذلك مسار العائلة هو يعتبر الأساس أو المعدن لبداية الموهبة وبداية الانطلاقة للطفل والطفلة.